المبادرة التي أقامتها جامعة الكفيل في المؤتمر الثالث للأبحاث للطلبة تعتبر مبادرة رائعة جدا، وهي في حقيقة على الخط الصحيح والمسار الصحيح لتطوير وتقديم أفضل الأبحاث العلمية التي يقوم بها أساتذتنا الأعزاء في كلياتنا، خاصة كليات الصيدلة، لتطوير مهارات وقابليات الطلبة المتخرجين لكي يكونوا مستعدون للدخول في الدراسات العليا. وكانت حقيقة الأبحاث التي طرحت أبحاث ترقى إلى مستوى الدراسات العليا، ونتمنى لكل الباحثين حصولهم على المركز الراقي في مسيرتهم العلمية، سواء على مستوى الدراسات الأولية أو سواء على المستقبلية للدراسات العليا. البيئة الجامعية بيئة جامعية رائعة، خاصة في جامعة الكفيل حقيقة، فقد توفر لنا مساحات لطريقة العرض الجيدة وطريقة القاعات الرائعة، وهذه تدل على أنه هنالك اهتمام من قبل العتبة العباسية بالخصوص وجامعة الكفيل في إسناد الجانب العلمي للطلبة الأعزاء. اليوم تمت مناقشة البحوث الخاصة بطلبة البكالوريوس لكلية الصيدلة في جامعة الكفيل. حقيقة امتازت هذه البحوث ضمن اختصاصاتها العلمية والصيدلانية والسريرية كذلك. تشكلت لجان المناقشة ما بين الكليتين، وامتازت هذه المناقشة بالشفافية وعدم الانحياز إلى أي طرف آخر. طبعا هذه البحوث تحتاج بعضها إلى بحوث تطويرية أكثر في بحوث أخرى، ونسأل الله التوفيق لطلبتنا الأعزاء، كما نتقدم بالشكر إلى جامعة الكفيل لإتاحتها هذه الفرصة في عرض هذه البحوث العلمية. يتضمن عنوان بحثنا وهو التأثير الدوائي لدابا كلايفلوزين وأوميجا 3 في حماية القلب ضد التعرض للدوكسوروبيسين في الفئران. فالشكر الجزيل لجامعة الكفيل لفتح هذه الفرصة لنيل شهادة البكالوريوس، وأيضا فتح المجال الكبير والواسع أمامنا للدراسات العليا إن شاء الله. صراحة هاي تجربة كلش لطيفة وجديدة علي، وكانت مفيدة جدا من خلال المعلومات الجديدة احنا جاي نتعلمها. أشجع صراحة أنه هذه البحوث تزداد، وأنه هاي المناقشات تزداد، وهاي بيها فائدة علمية كلش هواية للطلبة وللباحثين جدد. من خلال بحوث صغيرة احنا جاي نسويها بجامعاتنا صغيرة، ممكن أنها تكون بحوث في مصانع كبيرة وتفيد المجتمع. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.